بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. البيان مقطع مجمل هي دبي مبين شهبي ونيك عكب زاي مبين كبسابي زا بيان ليرك عنواني دانا بمعنى تبينه يعني رونك نوي مجملي تاخات رونك نوي مجملي بتدبي وانيك عكا أو زار تعريف تبيين إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. أو يا أوشتي كوا إشكالي تدايا نعتبر إزمالك إشكالك تدايا ناس عنم أي هني تلاي رون كرنوي هاربك هكا أشكرا كرن تجلي يعني رون كرنوي وأشكرا كرن أي الاتضاحي. وأنا زاف الإتيان بالظاهر من غير سبق إشكال لا يسمى بيانا. اگر هاتو لفظك هات ظاهر بولا معنايشي هلا اول وهلوة هلا اول وهلوة ظاهر بولا معنايشي اوه بينا وتري بيان هل لأولي بيوستي ببيانين يبقوي ظاهر لو معنايه دا خلاص امرأة او معنايه دا قيني بيوزناك او زاد تبيين مجملي بوشي واجبا اري وإنما يجب البيان لمن اريد فهمه المشكلة هاربك عكا بيان بو او كسي واجبا كإرادة بكرة أو كابرايا فهم مشكلة بكا مشكلة كي تبقى هل كسك ما بس نبي بياني بوتي استا كابرايا شي سر جادة يا كلمة مشكلة هبي ونبي بوي تي شي بي أو تبين بوي واجب نيا بو كسك شي كبي وستي برون كنوي مشكلة هبي أو جالي حاجته إليه لبر أو كابرايا بي وستي با عمل كذنه هي بو مشكلة أجاب بو مشكلة هي دبي مشكلة كي بورون كيوا زابي أن يعمل تابخو إيش بيبكا مثلا أحكام نويجة دبي تو بوكا سقرون كيوا واني كاكا تاخوا كون نويجة بكا كون نويجة نكا برام من دارك كيشتا نبو بي تميز نبو بي يعني شيتك سي بيوستي با أحكام نويجة هي تو بوكا كيوا أو حازتي بيني واني كاكا أو جاء لحال أن يعمل به أو يفتي به يعني بالنسبة علماء كا فتواي بيبدا دبي بيانك بو مستحيل يش بكري واي يعنى بخلاف غيره غيره في وزنه أجاول أصح أنه أي البيان قد يكون بالفعل هندك زار بفعل أبي كالقولي هندك زارش بقوليش أبي بفعل مثلا بيغمبر صلى الله عليه وسلم حجي كرت حجي تواب كل زار فرموي خذوا عني مناسككم أو كل داراني من كرد ما نقول من وهر بكرة واي أنا أو بقولي نقو تعالى بتوه لعرفي راوست وهو رزم الشيطان بكوها همو عمليا كذي وهي أنا هو تبييني عملي بيدا قلت لي إيه قولي جدرع كقول أي فلم أوه بكالو أوه مكان وهي أنا وقيل في لقو التلام نابي بيان بفعلي بدبي إلا بقولي بي بيان بفعلي نابي لو لطول زمن الفعلي زمان فعلي دورو دريجا مثلا استحدث ك پیغمبر صلى الله عليه وسلم روني كده وستار روجي بيشون واي انا باركان واجب السنة كان اذا فيتأخر البيان كواب بيانك تأخير بمع بيان مع امكان تعجيله بالقول برام اكريبا فلا بقول بوتري او پیغمبر صلى الله عليه وسلم لحجي بفنز روجان كده بكن بفنز دقان بصحاب عمري او قوله ودري واي انا إيه مع إمكان تعجيلي بالقول وذلك أو تأخير كنا ممتنع ممنوع كتأخير بياني ممنوع ويا قلنا لا نسلم امتناعه أما جدرين أود بونا سلمين برين والله تأخير بياني لهم الجيش ممنوع وأن يكاكا جزء دروس تأخير بكري برام عن وقت الحاجة دروس الدنيا تأخير البيان عن وقت الحاجة لرزنيا برام بيش يوي كابرا بيوستي بيدرس تأخير بكي تا وقت بيوستي وهي يعنى أول جواب كمانا إيه رتيك يشتي لجواب كي والأصح أن المظنون يبين المعلومة أويد كل رقايش الزني وارد بوا حربك عكا بيكريش تشي معلوم كل رقايش قطعي وارد بو بيروني بكاتوا مثلا حديث لرقايش الزني وحاتي وايا أن تواترني خبري أحدا قرآن اشتواتولا أكني قرآن بحديث رون بكري توا قيدناك وايا أن وقيل
مزنون لروي دلالته وما المقصود لروي هات نوايا تيجي كاكا وقيل لا قيل درينا لو لأنه شنك مزنون دونه برقواس لا معلوم فكيف يجعل في محله كودك للجي معلوم دابني شكتك معلوم دبيرون كدو منا هنا تجي ودادنا حتى كأنه المذكور بدله وبري أو مزنون لجي معلوم دانا قلنا مدرين لوضوحه دبروي دلالتك واضحة حاربك عك لفظك لفظك واضحة شرحي أو معلومة في أكين شرحي معلومة كي في أكين وايا نا والأصح أن المتقدمة وإن جهلنا عينه إذا من القول أو الفعل أو مبينيك ولا بيشترى إيرا بوردي جودة أو مبيني بيش داغوترا إذا مبينك فعل بي عن قول بي جهة بيش دابي هربي كاكا المتفقين في البيان كهر الشيء متفق من بيانه إيك أشتيب كان هو البيان متقدمك بمبين دا أندري أتدو مبينة هبون بو موضوع شي مبينة شان قول بو إيه شان فعل بو هربي كاكا هر دوشي مبين بو لبوشتك شيها بيش دا هاتيا أتو أي بمبين دا بدي سواء كان قولا أو فعلا قول بي أم فعل بي أري هو البيان يعني المبين ما بس ببيان مبينة والآخر أويدك تأشيد له حرب كاكا أويدك تأشيد يويك عتوا إهما عليها الناكين ورعم تأشيد يكا وبقوتيك وإن كان دونه في القوة بعد قوة جدا وشوي نبي يعني دوامكا ذا قول بيان فعل بي لتبينك با قوة شيئا شوي نبي هرب تأشيد دا عنين شكدرست بهيس ببيت تأشيد بهزي أو قاعدة شناحية أري إن زيدا قائم زيد قائم طبعا إن زيدا قائم بقوة لا لبر إني زيد قائم أو قوتين يبعى أنه هل بيت تأشيد الجملة جملة زيد قائم بهزك يا بيت تأشيد إن زيدا قائم كبهزك يا زابوه أري وإن كان دونه في القوة بعد قوة جلوي وقيل قيل قدري إن كان كذلك اگر دو مکا بهستر بو كذلك يعني بهستر بو لويدي فهو البيان بهزك ابيتا مبين بهزك يكين مبين لو لان الشيء لا يؤكد بما دونه تشتك شت تاثير دار ناكلي بوي لخوي برخوارترو بهستر بي قلنا اما الجواب ادينا وارين هذا اوي اتودري في التاكيد بغير المستقل لتأشيد يا بغشتش كوام مستقل نبي مربوط مؤكد بي برام أجر مستقل سر بخوبو درست مؤكد بهزتر بي لمؤكد استاذ جاء زيد نفسه يعني جاء القوم كلهم وانا تأشيد مستقل نينا لو تكبتني معناه يعني وايا يعني او اتحقه لبي دوامك بقوة تربي لإيك مكي دبروا استقلالية يعني برام أجر استقلالي هبو وش مساية عزبهم هناي إن زيدا قائم زيد قائم زيد مستقلة سمربوتي إن زيدا قائم لنا حربي كاكا لبروي مستقلة درستها بهز وبيتا تأشيد بهزي لكوابو ليرش بامو أي مبينة كي دوام بهز تنبي درستها بيتا تأشيد بهزك سقي ديناكا كوابو كنحوي قوتي تيان دبي مؤكد بقوة تربي لمؤكدي لو تأشيده كمستقل نبي أجر مستقل بو أو شرط طبعا ليه تيجي يستاش أما بالمستقل وش تازه قوتمان إذا فعل قولش إيه كلا مستقلا تجلو دواي لفظك أو لفظي وارد بو بمزملي أو دواي عندي هاتيا واي أنا فلا بمستقل بيوزنا كمؤكد لمؤكد بقوة تربية ألا ترى أن الجملتا جملة مستقل تؤكد بجملة دونها تشد دارك ليه بالجملة شديكي مستقل بالا ويش بيه استربي شي مثالك يتعزم به هناك استاتيجي اشتكاكا لبرت شكو جملة استقلال ياها ولم جاء الزيد نفسه يام جاء القوم كلهم اوانينا اوان دبي اوان بقوة تربي وإن لم يتفق البيانان حرب كاكا
اگر هاتو دو مبين هبون برام متفق نبون، دو مبين ما هبون متفق نبون، القول والفعل ما بس ما بهر دو مبين كان ايشان قول ايشان فعلا شون متفق نبون، كأن زاد الفعل على مقتضى القول فعلك لقولك زيادة تدابو او قولك اي خواست يك زاري اخواس فعلك دو زاري تدابو دو زار كلمة فيغم صلى الله عليه وسلم. كما لو طاف صلى الله عليه وسلم بعد نزول آية الحج فاشي آية الحج وليطوفوا بالبيت العتيق كأمر خوايا توافيف كان ونيكاكا المشتملة على الطواف زهر آية حجيش بخو ولله على الناس مشتملة لسر حجيش شكو ركنك لركن حجي تبا وليطوفوا بالبيت العتيق جنبي خدي ولله على الناس حج البيت حرب مشتملة وسر توافي وايا أن تأخوات سن تواف لضيم من حجي الواجب پیغمبر صلى الله عليه وسلم هستي دو توافام كا أمان وأمر بواحد أمري شي بإك توافي كن بك تواف الإفاضة فالقول حربك كا اوي كواواجبي سرشاني أمتيا تيا اوي بقول فرموتي كي اكتوافك يا اكتواف واجب بي وايا أن اي فالبيان القول اوي بفرمو دفرموتي او مبين مجملك يا وايا أن وفعله صلى الله عليه وسلم أدي بقول كدو جاري كرديا أي عن سيدي أبيت تأكيد نا وفعله الزائد على مقتضى قوله أو فعلك لقولك زيادة وكردية الطواف ندب يعني بسنة تأكيد والكردية في غنبر صلى الله عليه وسلم يعني تأكيد نابي بويدي حربك عكيان سنة أو واجب في حقه دون أمته يعني لسروي واجب وخصائص لسر أمتي واجبني استراتيجي يشتي هو يديك متفق بون ايكا بو تأشيد يشي او متفق نين مختلف حالب كاكا ايك لأيش زيادرة ازا متقدما كان القول على الفعل او متأخرا فرق جنيا قول لبيش فعلي بيش دا فرمو بيتي ايك توافي بكن يا متأخر بيش دا بخوي دو توافي بفرموي انقو توافي شبكن لو جمعا بين الدليلين تا قولي وفعلي هردوك إيشيب كان دليل قولي ودليل فعلي شكا حديث فعلي ما هي قولي ما هي تقرير ما هي وهي أن تا أهم إيشيب كان. وقال أبو الحسين البصري البيان مبين ليردا أو أقرما متفقنيا هو المتقدم منهما شي هلا بيش تربي أو مبين دا عندري أو بيش دا كردي جا فعل بي يعني قول بي وهي أن كما في قسم اتفاقهما هل وكو بيش دا تازا قوتمان اگر متفق بن يكمكا قوتمان او اصلا او ديك مؤكد وي واي يعني اي في كان المتقدم القول اگر قولي بيش دا فرمو بي اكتوافي بكن فحكم الفعل كما سبق هنجل في حكم فعلك وشي تلي دي توكا او اگر بوشرطي قولي بيش دا كربي فحكم القول كما سبق وشي تازا ما بار قطمان يان سنة يان لوازبة لحقيوي كما سبق استاقي او استاقي مقصودة ام او الفعل يعني اقر فعل بفالقول ناسخ للزائد هنجي من قولي بناسخ دانم بمؤكد شي دانانم عمل شي بزدي بي اكم ارم قولك ناسخ زيدية منه لكرداركي من ديار كردار شي كدو كرداري كردين قول ناسخ ايك شلو دو كردارانا ايش هل ما وصل اكتوافه او ديار بفرقي تبو اما جمعا بها مو دلانا كده نقول يان واجب يان سنتا فزو دري ما دام فعل بيش دابو قولي لدوهار ديار پیغمبر صلى الله عليه وسلم نسخ فعلك اخوي كردي توا او دليل فرق بو تيجي اشتكاكا قلنا عدم النسخ حاربي كاكا اما درين اگر ايش بنسخي نكين بسير بما قلناه بسبب ويتازر وثمان تا عمل بهر دو دليلام كين او لا اولا بيسرا تجيب دي قاعدة حتى بكري عمل بهم دليلام بكري او لا ترى لنسخي حربي كاكا او هدلي هدلي رجمونيا لحبو جيشي اگر تعارض بو لبين دو حديثان دبي حول دي حتى بيت بكري جمع يعني لبين بكي الجمع أولى من النسخ يقولش كاكا أجاكر هل سحي لازدنا ما هنجينا كده بيتو يقي نسخي بكري نسخ وقتي ناتارية هيتي دي كمان يا أما جدرين بما قلناه بسببه يقول ما كهردو دليل كان إيشي بكن
بما قلناه من إعمال الدليلين. تقشت قاكاب؟ بلو. أدي ولو نقص الفعل عن مقتضى القول أو جاري عكس مسألة خومان فعلك لقولي فرمو ينقو دو توافهم كد بخوش إيك توافي كد كان طاف واحدا وأمر باثنين بخوي إيك توافي كد دو أمري شبه أمتي كد دو توافهم كا فقياس ما تقدم لنا بجوري قاعدة مكا أهل السنة بو إنو الجمهور بو أن البيانة القول قولك بمبين دا أندري ونقص الفعل عنه كفيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموتين قول دو توافهم كا بخوش إيك كد او تخفيف في حقه هارب الكاكا تخفيفك دحاد الحق في غنبري صلى الله عليه وسلم خواهي قوله إذن داية او تخفيف ابكا او في حقه درباري خوي نقبوما اما هرد بدو دو تواف عم كيد اجا تأخر الفعل او تقدم فعلك وبيش كو بيان دوا كو بي او لك لما او هايا ادي وقياس ما تقدم لأبي الحسين ان البيان المتقدم شي هلا بيش ابو مبين دا عندري فإن كان القول أجل هاتو قول بيش دابو پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمو ينقو دو توافهم كان بخوشي يكر فحكم الفعل كما سبق وشي تازر آمان بار حكمك تخفيف لبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم أو الفعل أديقال بيش دابو خو ايك تواف كدو فرموش ينقو دو توافهم كان لكن أبو حسيني فما زاده القول عليه مطلوب بالقول أو زيادة كديا أو تازر واجب كدايا دبي أمش دو توافهم كده وديسان تجشتي أمش مطلوبة مسألة دين السرقة عيدي خومان هان لدر سكان رابردو بير ابن مايا وتبان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز قاعدك ما نقول ونكاكا ورون كرنوا يشتي لوقت حاجة دروزنية كنجن حاجة بيدابو دبي شدرون بكريتوا وايا يعنى إذا عوزوري لستا أو تعز أمدين القاعدة كي فرمي تأخير البيان لمجملين تأخير البيان جاء بيانك إيه مجملي بي أو ظاهر يعني إيه لفظ شي ظاهر بي لم يرد ظاهره حاربك أكبرام ظاهر كي مراد نبي ظاهر كي مراد نبي وايه يعني إيه بقرينة ما سيأتي له ودرسك لمود وعده بيان أو يجدك لتوا لفظ هي ظاهرة لا معنى شيء بغا معنى شيء دي جددا ده بيرون بكريتوا كأو ظاهرة معنى شيء معنى شيء دي كي يعني إيه عن وقت الفعل غير واقع لوقت فعل كي واقع نبوة وإن جاز وقوعه با جائز جبيل روي عقلوا بغا هل واقع نبوة شو هتو وشي أمرك تبكرا وقت فعل داهات شتد بورون نكرته كوبي كي واي يعنى لأول الإسلام يكجاري أو قزي الرويدايا خواهي تبارك الله بينز مجيد سر بيغنبري واجب كدن صلى الله عليه وسلم لشوية معراجي هاتوا سبيني بورون نكرا بو كود ويجي بكا هين ويجي سبيني بوروجي نكرا فرمو تماشا اكتبه الشرعي بكا هل لبتسن ويجي نيوروي علماء دزبن ويجي نيوروي كان الزهلو يكم ويجي نيوروي خو بينما دبوا سبيني يكم ويجي واي يعنى أليس كبيغمبر صلى الله عليه وسلم لم يعراجهاته ومبين بو نهاد بو تعليم كيفية نواجه نكرا بو نواجه سبيني وروجه نكرا إدوة تأخير بو عن وقت الفعل وايا يعنى برامو إكزار بو لإسلام دا أولا وقتازة دوباره نابي توا أوا بو يلي رأى فرمي غير واقع واقع نابي حاربي كاكا وإن جاز عقلا ما لروي عقلا وزدروز بي وجاز وقوعه عند أئمتنا المجوزين أو يبزعي زدن تكلفة ما لا يطاقه أو تكلفة ما لا يطاق بكري يمن كيفية نزانم كوبيكم وهي يانا وقوله الفعل لوغوتي عن وقت الفعل علماء دي تعريف يعني كدي عن وقت الحاجة أو لو حاجة بدل كلبة فعله أما تا يستاوها مع زانيا واني كاكا أري أحسنو كما قال عبارتي مصنفي لرزوان تلاروشي بخوي لمن علماني عفرمويتي من قول غيره لحاجة حارب كاكا الحاجة قلتين تأخير البيان عن وقت الحاجة أو هاي عن قلت له لأنها كما قال الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايني للائقة بالمعتزلة أو عبارة أبو معتزلان باشا القائلين بأن بالمؤمنين حاجة إلى التكليف مسلمان حاجة عن ولاية تكليف هي ليستحق الثواب بالامتثال تابقات لمستحق الثواب بن عربي بأوي أمري خوان زي بزي كده شكرا لك نوان صوابي مطيعي واجبة
عقوبة عاصيش واجبة وهي يعني أمجرين بي نصوابي مطيعي واجبة لسر خواهي تبارو تعالى نعقوبة واجبة وهي كان لسر خواهي قولة واجب لنا ونيا أجابوا إيه بدل عبارتك كي دراهم علماء رين عن وقت الحاجة لبعض عن وقت الفعل لحاربوا يستا جاء أو جارج باسي مسألة شديكا كاو أفرمي وتأخير البياني تأخير كدني رون كدنوي عن وقت الخطاب لكاتي كوا شارع مخاطبي لقال مكلف دكا أمر شد سر وعز بكا بابرين مثلا أزالو كاتي بيان كي تأخير كا تاكنجين إلى وقته تا وقت فعلك جائز أوش يعني جائزة هذيك عن وقت الحاجة بو أو أنت وقت فعلك بو لكاتي خطاب بيانك ني حتى وقت فعل تأخير بكري أوش جائزة واقع عند الجمهور لكن جمهور علماء نجروا إداء إذا سواء كان للمبين ظاهر وعطال لرا أفرمي باشتر أو أبو أولام نبي بري كان المبين ظاهرا مثلا أويك وارون كلايت وظاهرك بي يعني دو معناها من لمعنى شدا ظاهر بي لمعنى شدا ظاهر نبي وهو ما بس تجبه مبينا غير المجملي غير مجمل معنى لرا مقصودة سو ظاهر غير مجمل وشي تي كعامين وشي عامك وارد ببي برام او عامة يبين تخصيصه تخصيص بكري يعني لفظك بعام هاتيا برام تخصيص اشكرايا تخوى ظاهرك مرادة يا مرادنا نا ظاهر عامي مرادنا مثل قوية تبارو تعالى فرميم واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل لآخره غنيمة بو او كسانه وايه يعني أو عامة برام أو عامة عموما كي مراد نبوش كبيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموه من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه كلوبل قتيل كي بابوي بي يو أو عامة تخصيص كلابوي معناه وقال تاراني ناهي خسريتوا وانكاكا هموي تسليمي ويكري آه أجا عليك عام مراد بالظاهري شي هي عامك يبين تخصيصه يان وشي مطلقك يبين تقييده حارب الكعكة كمبينك مطلقك مقصود مقيد به إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة تيرا شي بكوجنوا هي أو تيرا قتكبي يان قوربي آوز بي يان آوز نبي واي يانا بوي أهم سؤالان يان كذن أو سؤالان حرب هر قيد شي جوابي مطلق كيدراوه وانيا همو بيش فعل كاجمو بيش هو السليم ببرك برام هنديان سؤال لخون كورس كردن بو يخواي تبارك تعالاش قيدي لسلوان كورس كردن كاكا ودال على حكم يبين نسخه يعني دلال لسر حكم شبكا كبيان بكري نسخ بكري توا خواي تبارك تعالى أمري بحزرتي إبراهيم كي صلى الله عليه وسلم حزرتي إسماعيل سر ببري برام مراد نسخه شيها بو خواهي تبارو تعالى إراده نسخه شي كري وابو يعنى پیشي اوي زبحك فعلا ربدا وفديناه بذبح عظيم خواهي قوله برعنا چي بونات وايه يعنى او نسخك بفعله بوله او جاء اري تأخير البيان عن وقت الخطاب لقل خطابك نهاد او بيانا إلى وقته تأخير كلا تا وقت فعلك أو سياني كواقو تنبوتو هم يتا وقت فعل تأخير كلا ونبو أو واقع عند الجمكوت هم واقع أو جاء قوتي مبين كمان ظاهر بيوش أو مثالاني هنام أو هم مثال ظاهر بون بوتو منان ويانا يعني تو يان مقيد بو مطلق بو قيد دويا يان يعني عام بو خاص دويا أم لا يان يعني ظاهر نبي وهو المجمل وشي مزمل كمشترك يبين احد معنيه شي مشترك يقل معناه كان بيان بكري كالقرء وشي قرء والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء وهي ان ليله مشتركه كلبين حيضي وتهري مثلا احد معنيهن بمثال هنا بركو شرني هردو معناه شي هبن مثلا بون ريوابي سيش إذا بن وشي عين وهي أنا أرم بمثال أو مثالنا وأنا بيحسر بي إيه يا يعني متواطئ بي يبين أحد ما صدقاته
متواتر وسمع استوى معناه في افراده تعريف ما نكر وفي المعنى وشي انسان قلت متواتئه بالنسبه لزيد وعمرو بكر وانا مساويه لها معنى اذا لو انسان زيد المقصوده يعني عمر يعني بكر بو يفرمو يبين احد ما صدقات صدقاته وقيل يمتنع تاخيره مطلقا قيل شيش قوتيتي وضع تاخير بيانه مطلقا ممنوع هذا بو مجملي بي يعني لبو ظاهري بي دبي قرا خوي دابي قيل ودري لو لاخلاله بفهم الخطاب بفهم المراد عند الخطاب شو زرري با انسان يقري لو كاتيك وا خطابي لقلك لي مرادك تيناقا او دو قول هنا وثالثها قول السيم يجدري اي الاقوال يمتنع التاخير في غير المزملي وهو ما له ظاهر لمزملي قيديناكا برام لزاهري دا نابي تأخير بكري أو فرق تيا لإيقاعه المخاطبة في فهم غير المرادي بخلافه في المزملي شو لا غير مزملي دا حربك عكا مخاطب وابي توشي غير مرادي أبي برام لمزملي توش نابي لوشك مزمل توقفك ألي نازعنم معنى اتشك كلمة نازعنم رايق قليل لزيقو برام زاهد حربك عكا وانيا خو بمعنى إذا على ديار معنى كش مرادية مثلا با مثال بين واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه كلوبالي مقتولي شهر بغنم حسابك فلو يجل شري ولا سكوتيا وهاي أن احتمالي هي وقال كلوبالي تاراني بيقريتها وهاي أن ها عربوه يقولي لإيقاعه المخاطبة في فهم غير المرادي بمعنى له سلبج مراد نبوه كابراتوشي او غلطه يبي وابو يانا ايه ورابعها قول سارم يمتنع تاخير البيان الاجمالي فيما له ظاهر بيان اجمالي نابي تاخير بكري فيما له ظاهر بيان اجمالي تبي هل اول بري هذا العام مخصوص او عام تخصيص كراي اعقاد ليبي او عام تخصيص كراي اعقاد ليبي من اوشي مزمليا نكي ايشي فيبكي لدو مخصص يبقري او بيان شي اجماليه لو تشوك مخصص كان قلت لها برام ترسي شداي تكابراي كيش بعام مكينك وابو يانا يامري هذا المطلق مقيد او مطلق قيد شي قال دا اغان لي بتا قيد كي بيني وايش بمكا يان وهذا الحكم منسوخ ببدل حربي كاكا او حكم منسوخ بدل شي بو هي بدواي بدل كي دابقري ايشي بمكا او بيعني ازمالي في اوت برام مبين الذكر نكرايا بتفصيل لم تيجي يشتكوا لو لوجود المحظور قبله شون كفيش او بيان تفصيل يا كبي محظور رودا لي ركابرا ناوري ايش في بكا ونيكا كا في تاخير الاجزاء محظور كدي تجي كحركة نكيا في تاخير الازمالي اگر ازمالي كتاخير بكري ونقوتلي كابرا راس خو في ادادا ايشي بيكا برام قلتي عامة كمخصوصة نويري قلتي مطلقة كمقيدة نويري دون تفصيلية برام تفصيلية اگر نجزاني او بيتوشي تنابي اللي من جاري بارا واسم هتا تفصيلية كده وابو يانا اني بكرتي كابرا كترساندد نويري ايشي بيكا با تفصيلية كشن بو نقود بي لو لمقارنة الازمالية حربي كاكا او ازمالية كاكا لقل خطاب هاتيا لناقر مخاطب اها لمقارنة الإزمالي لبر أوي إزمالي كم مقارنة لقل دليلك لناقر مخاطب توشي هريبي أو علتي هنديبو بخلاف المشترش والمتواطئ مما ليس له ظاهر أو أنا فيجوز تأخير بيانهما الإزمالي المشترك ومتواطئ درست بيان إزمالي كان تأخير بكري كالتفصيلي هروك درست تفصيلي كشان تأخير بكري لوتشكا مخاطب نويري توشي خوي توشي هرايبكا كان يقال المراد احد المعنيين مثلا في المشترشي كبراد دري يقلا مراد يقلا ودو معناه انا لمشترشي واحد الما صدقاتي مثلا في المتواطئ لا متواطئ ايشمان هموم مقصودين يكا كم مقصوده لانتفاع المحظور السابق تشكا او اي تواليه الساين او محظور السابق او يان نايت زي كابرا نويري خو بيدادا واي انا اوش که داره کابرا ناوری خو پیدا دا مقصود علمای چی باور و تقوه دا
لنا اگر كابرا سرشيتو لخوانة ترز بخو بيدادا وشي مسألة زمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ها من غير سفر ولا مطر لزرعات الشيور من غير خوف ولا سفر ولا مطر همو ياتيا إيه خوي مجملة مبيني نهاتيا تاخوا جمع التقديم كذي يعني جمع التأخير كذي كابرا حرسي تقعري في غمر كذي من جمع التقديم يكم ها كاكا او اخرتك علي الكابرا توشي هليبو واي يعني نا بياني مجملي هاتي بريكاكا او مخصصي هي واقاد لي بي يعني مبيني هي واقاد لي بي يعني مطلقه مجملك لو غوري كابرا بو خوي حمل سر معناه ايش كدي بلا دليل شو دليل شينيا لحاربي غلطك قال ايش اتو قر اقاد لي رنبي وشو عن قمراء ابي خلاص قمراء اجا هرسن بياوي تاشيش بيو خوش بعالم دابني اشتكي مخالف قاعده اصوليه ولي قبول ناكلي تگشت کا بو هتا است امام شافعی امام مالک شکه فتوای جمع متری ان به جمع تقدیم دا عملی ان بو حدیث سینه کی دی نسن کو ایوان اری اوراه امام مالک فرمی اوراه یعنی اظنه یعنی امام شافعی جا فرمی امیش اوراه اری اظنه ما قاعده زن یان گوتیا انه کان بالمتری اری واتی اگنب متری بو تگشت کا بوي بخوي عن سن شرط وشروط كان دعنا إن شرط وشروط لحديث كينا قوت رعينا فكر يعني لوضع المدينة أو كاتي كردي توا دنا أو كاب كابرات وش محزور يبي والحاصل حديث كمجملة وخامسها قولي بين زميش يمتنع التأخير في غير النسخ حارب كعكا لغير النسخ لها ما دا تأخير كممنوعة لإخلاله بفهم المراد من اللفظ شكا زرر بفهم كي قيدي تاخوها معناها كي مراد أتو بفهم كي للفزي بخلاف النسخي بلام اي نسخي نا زررنا قيدي لأنه رفع للحكم شكو يعني حكم كي بيانك أقر همو نسخ كنسخي كلي بي أو بيان لانتهاء أمده كما سيأتي هاي يعني معوي حكم كي بيانك هلوش لبحثي نسخي دي وقيل يجوز تأخيره تأخير البيان في النسخ اتفاقا قيل قوتي نسخي باتفاقا درستا لانتفاع الإخلال بالفهم عنه لما ذكره شو أصل ويتو إيش بيش كيف كيتا نسخ كالبودي وايا يعني وسادس على يجوز تأخير بعض من البيان دون بعض ششما كجري دروزيا لمبيني هندشي بري وهندشي نري هاكا هاكا هندك مبيني بري وهندشي نري لو لأن تأخير البعض يوقع المخاطب في فهم أن المقدمة جميع البيان وهو غير المراد. شو قال هندا شبري هندا شنري مخاطبة كد وتجا وهمو مبينك يا تعرواني هيك ديناك وتجا هر هندا يا وتجا هر هندا يا وايا أنا كابو وهو غير المراد أو مقصودنا وهذا مفرع أو قول الششم تفريع على سلسلة على الجواز في الكل حاربي كاكا كوا تأخيرك جائز بي حرب او دليل همان جائزة الا بعض النبي وهندشي بري وهندشي نري او يعني جائز اي قيل عليه حرب كاكا قوتنا على سر قولي جوازه لا يجوز في البعض دروزنيا هندك مبين بقوتري هندشي شنا قوتري لما ذكر لبرو علتي كوا قوتمان قوتمان كابراي مخاطب والي واتي اقا او قوتري هم مرادك يا وجنيا إيه خلاص أجاول أصح الجواز والوقوع قولي بقوة لو هم وانك قوتمان تأخير بيان دروستا حرب كاكا واقع عشبوة وانيا ليرا راوسي نجا وجا تأخير بيان لوقت فعله حرب كاكا قوتي واقع نبوة بعد جائز عشبي وانيا كاكا برام قوتي تأخيري بياني حتى وقت فعلك حتى وقت فعل داري تأخيرك واقع شو دروستي شا تأخيري بياني نك حتى وقت فعلك داري اذا مثال كان بوديني اليوم ما يدل في المسألة على الوقوع كواقع بوبي قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وتا آخر آياتك اول بغنمت عن الكافران غير بينزي شي بوخوا وبيغنبر صلى الله عليه وسلم حتى آخر آياتك يعني فإنه عام فيما يغنم عام لها مغنمة شيء مخصوص برام تخصيص إشكلاية تخصيص كشي تأخير بها تخصيص بحديث صحيحين من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه
هر کسی کافری چی بکوچی کلوپری کافری کی باب و خوی بی یعنی وقت تهرانی نایخسته تو آو توزیع نکنی تایبتا بقاتی لکی جاء فرمي وهو أو حديث متأخر عن نزول الآية زور دعاء آية هاتيا لنقل أهل الحديث كما قال المصنف أنه كان في غزوة حنين قزي أو حديث كلا غزوة حنين بيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم والآية آية كش قبله في غزوة بدر لغزاء بدر صار دو كوتبوا كواب فرق ينقلك زور بو كواب تأخير البيان إلى وقت الفعل درسته حارمي كاكاب آم وقوله تعالى مثلا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ألف فإنها بقرة مطلقة ونكاكا ثم بيّن تقييدها بما في أجوبة أسئلتهم أو جوابانيك سؤال يعني كذن تيرك كوبي ورنجي تنبي وعمري تنبي ها هرجار قيد شبو زيادة كرا وفيه تأخير بعض البيان عن بعض هندك بيان تأخير تلك هذا هندك شيء يا وقوله تعالى حكاية عن الخليل صلى الله عليه وسلم يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فإنه يدل على الأمر بذبح ابنه خون بيغمبر عن وحيا وأنك عكامل بكلا سليبري ثم بين نسخه بقوله تعالى وفديناه بذبح عظيم هاربك عكاهتا وقت فعلك مبين كي نعت وبيانا جاء وعلى المنع من التأخير بناء السر أو قوليك ومنع يعني كذي تأخير بيان بكري عندك ليه عن قلت ممنوع تأخير بكري وعي أن المختار أنه يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم تأخير التبليغ لبو بيغمبر دروس صلى الله عليه وسلم تبليغ بيانك تأخير بك هاربي دم درس تبليغ عالمينك لما أوحي إليه من قرآن أو غيره تبليغ كي تأخير بك أجاق قرآن بي يعني كلفظ معنى كي للا إخوائي هاتيا يعني غير القرآن بك أو وحياني بوهاتين أو لفظي لك لخدانك أحاديث النبوينة كنجل إلى وقت الحاجة تاكاتي بيوستيق سكينا لي لشتبه في أغنبر صلى الله عليه وسلم تأخيري كذية تحنجين مثلا لو لانتفاع المحظور السابق شو أو ترسي هم عمو كبين باسمان كير قلت من فهمي غير مراد بك ونيكا كفهمش غير مراد بك أو نعطي في أغنبر تأساتي نفر مهتاتو فهمشي بغارت بك وقيل لا يجوز قولك دري دروزني لقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أي بيغمبر صلى الله عليه وسلم تبلغي أمتك أو إلى لا يخواي بوتاتيا أجا أو بلغ أي على الفوري أريد أمر لبو فورية معنا دم ودس تبلغك أو كوا قيل لا يجوز أو دري لا يجوز أو رد ذاك واري أمر لبو فورية معنا دم ودس تبلغك يبكى أو أجابين أمد لبو فورا أجناها ببرجة قصدي ما في جواب ندراها لو لأن وجوب التبليغ معلوم بالعقل لو قيدي على الفور تفولو فرمو على شكا تبليغ كرنك بعقل واجبة بل عن فوريتش بقاعدة أمر واجبة لو شو بيغمبر بو سهات يا تعقلك تصورك بيغمبر هاد بيو تبليغينك واي أنا أو هي جو تأصل تبليغك واجبة بل عن فوريت اللي تورقد لأمرك برقد ضرورة فلا فائدة للأمر به إلا الفور كواب ما دام بعقل بزان تبليغ رسل بيغمبر واجب صلى الله عليه وسلم هيس فائدة لأمر دان ماهو إلا فوري دماغه قلنا أما دلين فائدته تأييد العقل بالنقل ريشتاش فائدة مايا تأييد أو عقل يكين كوا واجب أكا تبليغ رسل بيغمبر صلى الله عليه وسلم بو نقلي كوا آيتك لو فائدة نيا وكلام الإمام الرازي والآمدي يقتضي المنع في القرآن قطعا بل أملك الإمام آمدي وإمام الرازي أري تأخير كذنك لقرآن دام ممنوعة هرك آية هذا بدم دستبلغ أمتك لو لأنه متعبد بتلاوته شك القرآن عبادة بتلاوته يكري أها أقر تأخيرك أو آية أو روحات يتبلغنك تأخيرك أبو سبيني معناه روج شيء عبادة لدى أمتي دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم روز شيء عبادة لدزنا أو جنابي أو عبادتي لدز أمتي بدا لحاربك كاكا أو علتك يا كأنه كو وشي هندي نوش استواجبو بتبليغي نوشينك أو جنابي عبادته أو تيجيش تخوه ولم يؤخر صلى الله عليه وسلم تبليغه بيغمبر صلى الله عليه وسلم قد تبليغ القرآن تأخذنك ليا دمو دزبانجي كاتبك شكر كاتبك دينويسيوه
بخلاف غيره برام غير القرآني تأخير كذ لما علم لو خوشتك معلومة أنه كان يسأل عن الحكم سؤال كان لبيغمبر يكسر الله صم عندك زار فيجيب تارة له دستي جواب دعوة مما عنده وقال علمي لكن بايا ويقف أخرى إلى أن ينزل الوحي زار جواب توقف يكذني يزاني تاورواني وحي يكذ في غمبر صلى الله عليه وسلم رابو إيه قرآن فوريد واجبة إيه حديثة فوريد واجبة لكن أو قولي أو يان جوان الجوان ونيا والمختار على المنع حرب كاكا أو قولي كوا مختار السبرين تأخير بياني لوقت خطاب ممنوعة حرب كاكا أيضا وشي أو مختار السابق تازه قوت مان أيضا تازه ما مختار الشدين قوت أنه يجوز أن لا يعلم المكلف الموجود عند وجود المخصص بالمخصص درستا مكلف كموجود بو لو كاتيك آيتك دي تقواري يعني حديثك دا قوت لي بعموم هاد بي أقاشي لمخصصي نبي حربك يعني صحابك وجودي هبوا لسردن پیغمبري صلى الله عليه وسلم كعام مكاتيا تخصيصي شي هبو بي أكلي أو مكلفة أقاي لمخصصي نبو بي هل أقاي لعام مكاي بو بي أو جائزة قيدناك أها أن لا يعلم المكلف الموجود أو مكلفيك موجود بوا كعام مكاتيا جاء موجود ولكن شيء عند وجود المخصص كمخصص أو عام يهبوا علمي بتنا بوبي بالمخصص بمخصصك هل نكر بمخصصك ولا بأنه مخصص يعني ولا بأنه مخصص علمي بوجنا بوبي كمخصص مخصص عام مشى أي يجوز لا يعلم حاربك كبذات المخصص وهي هل ذات مخصص أقال نبي ولا بوصف أنه مخصص يعني أقاعد لوين بك مخصص مخصص عامة أو دقصنا أقاعد ليه يكم هر نزاني مخصصة يام زاني مخصصة برام نزاني مخصصة أو عامة أو دو قولنا أقاعد ليه مع علمه بذاته أو بزاني مخصصة علمها بذات مخصصة برام نزاني مخصصة كان يكون المخصص له على عقله وشبرين مخصصة كعقر ببسلا بأن لا يسبب الله له العلم بذلك قوي تبارك وتعالى سبب علمك نداتي بواسطة عقلي تيجيش تقاك أو مخصصة كبعقر وبي قوي قولي أو عقرين دابتي بمخصصة دابني وقيل لا يجوز ذلك قيل قدرين أو دروزنيا أما برين والله مكلف مخصصي نزاني ذاتي مخصصك يا وصف مخصصك نزاني لا في المخصص السمعي لا مخصص السمعي كان لا عقلي قيدي نبري نخوا عقلي ندايتي وزي السمعي لكاتي وجود مخصصي معقول يبري نزاني لما فيه من تأخير إعلامه بالبيان شو قبري نزاني يديار أو كابراء إعلام نكرايا بور نكرايا توا بيان مخصصي بو نكرايا قلنا ما جواب دينوا رين المحظور تأخير البيان تأخير كذني بياني ممنوعة وهو منتف هنا خو تأخير كذني بياني ليرنيا بيانك كلايا أو آقايلينيا أو آقايلينيا أما دارين تأخير بياني ممنوعة پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيانك كذني ورهم أو آقايلين أبوه لحاربي لقصكي أو يعم ممنوعة وعدم علم المكلفي بالمخصصي كدرين مكلف آقايل مخصصين بأن لم يبحث عنه إذا هل لينا كوري بيتوا تقصير منه قصوريا كلا خويتي قصوريا كلا شارعينيا وايا يانا أما العقلي يبرى مخصص عقلي فاتفقوا على جواز أن يسمع الله المكلف العام من غير أن يعلمه أن في العقل ما يخصصه الدروس تقوي تبارك وتعالى عامة وابني لي مكلفش آقاي لي بي برام خواهي قولة علمي نداتك لعقل داشت شواهية بتواني تخصيصي أو عامة بك يعني عقل تخصيصي بك قيدين يا مانع عنيا عربي وكولا إلى نظره أو تخصيصي دايت دست نظري مكلفك وقد وقع عربي كاك اشتكش روي دايا كو أن بعض الصحابة عندك الصحابان لم يسمع المخصص السمعي إلا بعد حين عربي المخصص السمعي أن تامهاج ما ويش يبون دبو أو عليه مخصص سمعي تأخيري أقدر بنوي درست تأخير بكري وايا أنا برام إيه عقليش قيديناك هندك دارين إيه عقليش نابي هندك دارين قيديناك أجاوا مثال عندي نتوا
أريد عندك صحابة لم يسمع المخصص السمعية إلا بعد حين. مخصص السمعية عن جويلي نبوبو أتا باش معوهيشي مع أنه لسردمي پیغمبري هبوبو صلى الله عليه وسلم أوانج لسردمي پیغمبري هبوبون أها من عبد وجودي مكلفي هبوبو لوقت مخصصي مخصصيش هبوبو برام أو آقاي لين أبوبو آه وشي تي منهم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شان فاطمة چيجي پیغمبري صلى الله عليه وسلم طلبت ميراثها مما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثي بابي خوي دعواكر لعموم قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ديار ميلاد اي أولادانا وتي من جولادي پیغمبري صلى الله عليه وسلم بين الميراثي باب مدني ده مخصص يشهبو وايا انا نشي زانبو مع انه لما ري شارع يجبو لبنا ما ري وان يجبو ونيا ميك مخصص كسبو فاحتج عليها ابو بكر رضي الله عنه بما رواه لها من قوله كبو فاطمه يفرمو فرمو دي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لا نورثو ما تركناه صدقه اما ميراث من لنا جيلي تيني پیغمبر صلى الله عليه وسلم اول لباش ما بزي اميني همو صدقه بو مسلمان دليل تخصيص القران ابو بس بو حديثي حديثي غير صح حديثي صحيحه ده فاطمه اش اگاي لو مخصصين ابو وجود شي لكاتي مخصصي هبو بو او موجود بو فاطمه هنا كاكا ومنه عمر رضي الله عنه لم يسمع مخصص المجوسي تخصيص مجوسياني نزانب من قوله تعالى فاقتلوا المشركين كافران بكوجن او واي زاني هل سر عموم خويتي بيان كوجن شكا او مخصص او زانبو من الذين اوتوا الكتاب زانبو كجولة كوديانا مخصص مجوساني نزانبو وابو يانا اري حيث ذكرهم فقال ما ادري كيف اصنعه والله نزانم لقال مجوسان تبكم اي فيهم فروى له عبد الرحمن بن عوف قوله صلى الله عليه وسلم سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب رفتار تعالى لقال أقل فرستان وشي رفتار أهل الكتاب به حديثك صحيح بخاري رواية كذا برامبو عبارتي رواه الشافعي وروى البخاري أن عمر لم يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجرة لوش تخصيص القرآن يبس سنته فلام إمام عمر معه أنه دست راستي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وزيري شبوه أو مخصص أقالنا وصحابة شدكا ولو العشرة مباشرة شبوه قال بي برام رتبك يدور تربوه لا إمام عمر أو زانبو يبا مخصص كإمام عمر ني زانبو كوابو أكري مكلف لكاتي مخصصي مخصصة بعلم يبا مخصصي نبي وايه أنا أو مخصصي سمعي كنقليه إيه عقليش أكلي خواهي تبارك تعالى علم شوي ندابيتي بعقل تخصيصة كيبكا أكلي دابيتي وايه أنا تدمر كل شيء بأمر ربها وديك أكا بايكا همشتي تدمير كير دي الصحابة آقان لو آياتي هبوا وجودي أن هبوا برا مخصيصي عقلش هبوا من آية الذي يقبل التدمير عقل بخوي وكا وايه أنا يعني أنا والدليل شي حسيبه حسي وعقلي وشيك من كاكا ومحسوس معناها مش كان لا نبرت وهي يعنى او جادين السربح سي نسخي بس بي وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.